أهلا بكم مشاهدينا إلى تواصل دوت كوم مرة أخرى. نتوقف عند جديد الأحداث في المظاهرات المتواصلة في أكثر من محافظة. بداية سنتوقف عندما يجري في البصرة، حيث المتظاهرون يرددون هتافات ضد الأحزاب الحاكمة وتجدد خروج تظاهرات الجوالة في شارع الجزائر وسط مدينة البصرة. بعد ذلك نتابع وإياكم تواصل فعاليات اعتصام المثنى لليوم 13 على التوالي ومواقف إنسانية يشهدها الاعتصام في المحافظة، ثم نذهب إلى النجف وهناك تتواصل التظاهرات وسط هتافات تعكس حالة عدم الثقة من المتظاهرين في الحكومة الحالية وتصريحات مسؤولين فيها. أما الختام فسيكون مع تواصل فعاليات اعتصام الناصرية بمحافظة ذي قار لليوم 6 على التوالي. أهلا بكم. البداية مع تجدد التظاهرات في البصرة والمتظاهرون يرددون هتافات ضد الأحزاب الحاكمة. نتابع. متظاهرو البصرة يهتفون يا حرية وينتش وينتش، حطوا صبة بيني وبينتش. نتابع جانبا من هذه التظاهرات وبعض الهتافات التي تضمنتها. في البصرة أيضا تجدد خروج تظاهرات الجوالة تحديدا في شارع الجزائر وسط مدينة البصرة. ختام ملف البصرة مع التظاهرات التي شهدها قضاء المدينة للمطالبة بإطلاق سراح المواطن غسان سعيد الذي خرج متظاهرا مع أطفاله قبل أيام. متابع. Thank you.
من البصرة إلى المثنى، حيث تتواصل فعاليات اعتصام المثنى لليوم 13 على التوالي. السبب سوت الحكومه ان ما كل شيء من اجتي ما سوت شيء. محاصصه، هذا الك هذا الي. محاصصه دم الشعب ما ارخصه. محاصصه دم الشعب ما ارخصه. محاصصه دم الشعب ما ارخصه. محاصصه محاصصه من الشعب ما ارخصه. محاصصه محاصصه. حاج تفضل. ما استفادوا. لا اسمعوا بس كلام نسمعه. هم سووا قسموا العراق. قسموا العراق كما يلي. شو قسموا العراق؟ قسموا العراق كما يلي: سنة عمر شيعة علي. اجبال لك الهوريلي. وزير لك. وزير إلي. برميل إلك. برج إلك. عربي إلي. تركماني مبتلي. باعوا الوزارات. باعوها بالدولارات. الفقرة جيوبها صغار. ما تلزم الدولار. في المثنى أيضا المعتصمون يرددون هوسات عشائرية ضد الأحزاب الحاكمة. متابع. في المثنى أيضا وفي لمحة تعكس التضافر والتعاضد الإنساني بين أبناء الشعب الواحد، المعتصمون يتبرعون من أجل علاج طفلة بحاجة إلى عملية جراحية في عينيها. نتابع إياكم. الحادثة التي ترونها الآن، العشرات من أبناء المثنى المعتصمون يتبرعون لمساعدة أحد الأطفال المتعرضين لحالة مرضية لأجل إجراء عملية جراحية. وهم بأمس الحاجة إلى ما بين أيديهم يجودون به من أجل طفلة تحمل ذات الهم وتعيش ذات الجراح التي دفعتهم للخروج من أجل المطالبة بالحق. هنا يجسد هؤلاء الشباب الذين تبرعوا لهذه الطفلة مقولة ربما صاغوها أو أعادوا صياغتها بشكل مختلف: فاقد الشيء يعطيه أحيانا. تجدد واتساع التظاهرات في النجف بساحة مجسرات ثورة 20. دعونا نتابع معا أبرز ما يحدث في النجف. يا
سياح هدية. أصوات الشعب الواحد ترفضكم واحد واحد. أصوات الشعب الواحد ترفضكم واحد واحد. الفاسد ما يبقى ويانا. في النجف المتظاهرون هتفوا أيضا يا حكومة الشعب يملك القرار وليل الفاسد يقلبه نهار. نتابع. جانب آخر من الهتافات التي أطلقها متظاهرو النجف وتعكس حالة عدم ثقتهم في الحكومة الحالية. الآن نذهب وإياكم مشاهدينا الأعزاء إلى محافظة ذي قار، تحديدا إلى اعتصام مدينة الناصرية الذي يتواصل في ذي قار لليوم السادس على التوالي. مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي كتبوا وصفا للمقطع المصور القادم، قالوا فيه: هتافات حب الوطن في الناصرية ترتفع على أي هتاف آخر، ومواطنون يؤكدون على ضرورة مواصلة الاعتصام. نتابع. وصلنا وإياكم الآن سادة المشاهدين إلى فقرة آراءكم، وفيها إحالة شاب عراقي أبكم إلى القضاء بتهمة ارتكاب جنحة كونه صور مظاهرة بمحافظة واسط ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. نتابع هذا المقطع ومن ثم نذهب وإياكم إلى قراءة في أهم التعليقات التي جاءت كرد فعل على المقطع الذي ستشاهدون الآن. يعني هل هذا ينحال جنح على مود تصوير؟
يعني شنو فجر أما حرق أما سرق، يعني شنو اللي مسويه حتى ينحال جنح؟ يعني عيب، حتى عيب على محافظتنا اللي هو هذا من نقول هاي الشغلة عيب، يعني نحكيها عيب، وإحنا الناشد الحكومة ما يعني الناشدة على هاي الشغلة. إن شاء الله سادة القضاة ما راح يقصرون، هم ينظرون إحنا إن شاء الله ما يقصرون، هي نحالة جنح، بس إحنا نقول جنح على ما تسوى يا أستاذ محمد، ما تسوى عن القضية ما تسوى. فتى هو الذي شاهدتموه في هذه الصورة، وولي أمره الذي على ما يبدو أنه والده يقول الحالة ما تسوى. تعالوا نشاهد كيف تعاطى وتعامل الشباب العراقي عبر وسيلة التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكيف علق برد فعله على هذه الحادثة وهذا المقطع المصور الذي شاهدتموه. نتابع وإياكم الآن أبرز التعليقات. ويند فلاور تقول: حكومة جبانة، قدرتوا على الأطفال والضعفاء والفقراء بس، والقانون يطبق عليهم بس، والحيتان الكبيرة ما حد ميدان يهمه. على ما يبدو أن هذه الفتاة تريد أن تقول إن الحكومة لا تمارس سطوتها وسلطتها إلا على الضعفاء، إلا على الفقراء، إلا على البسطاء من أبناء العراق، أما الحيتان الذين ينهبون وينهشون البلاد طولا وعرضا فهم محميون من هذه الحكومة التي لا تواجههم بشيء وإنما تعمي عليهم، كما يقول مرتدو مواقع التواصل الاجتماعي. إلى تعليق آخر، في التعليق التالي نقرأ ما كتب الحوراء، ما كتبته الحوراء. الحوراء تقول: هاي الحكومة طايح حظها وخير ما بيها، وألف حكومة بحكومة، وكل واحد من أي حزب تافه لا فهم ولا علم يتحكم، ولكن الله عليم بما تفعلون، حسبي الله ونعم الوكيل. الحوراء تتحدث عن نوعية من يحكمون العراق، كيف أنهم ليسوا على مستوى هذا الشعب، لا من حيث العلم ولا من حيث العدالة ولا من حيث مختلف الاستحقاقات القانونية التي غيبتها هذه الحكومة كما يرى الكثير من أبناء العراق، وما أوردته كثير من مؤسسات المجتمع المدني في تقاريرها أو في تقاريرها الشهرية والسنوية. إلى تعليق آخر، في تعليق التالي أحمد المحمداوي يكتب: وين حرية التعبير اللي كفلها الدستور العراقي؟ ويتعجب ويتساءل: أين الحرية المكفولة لكل العراقيين التي تقول إنه من حقهم أن يعبروا بآرائهم وبكل حرية عن مختلف الأحداث التي تشهدها بلادهم؟ إنها غائبة وهي مجرد نص في الدستور لا أكثر، نص مغيب. إلى تعليق آخر، في التعليق التالي محمد المختار يكتب: صور مظاهرة وراح للمحاكم، ويلي عنده فساد، واللي عنده فساد وسلم ثلاث محافظات يترقى ويصير نائب رئيس جمهورية، حكومة نزيهة. محمد المختار مقارنا ما بين حالة هذا الفتى الذي صور مظاهرة ورفعها على الانترنت وبين من يقوم ببيع تراث البلد وبيع أراضي البلد، ما الذي يحدث له إذا ما فعل ذلك؟ هذا الذي باع الأرض وفعل الأفاعيل، إنه يرقى ولا يحاسب. إلى التعليق الأخير، في التعليق الأخير وكتبه سيف الأسمر نقرأ ما كتب سيف: الفساد عمى عيونهم وقلوبهم، صاروا يخافون من كل شخص مهما كان يكشف فسادهم ويصيح بوجههم الله يسخم وجوههم. العراق يدرك تماما من الظالم ومن المظلوم. هذا مختصر هذه التعليقات. الآن نذهب وإياكم إلى تويتر. تماما كما فعل بعض العراقيين في النجف، ارفعوا أصوات الفقراء في العراق، هذا هو الهاشتاج أو الوسم الإلكتروني الذي نشط خلال الساعات القليلة الماضية. واقع الفقر والفقراء والمعدمين والمعوزين والمحتاجين في العراق يستدعي منكم أن تتوفر جهات مخلصة للعراقي قبل أن تخلص لجيبها، أن تتوفر جهات تخدم العراقيين فتسعى إلى رفع صوت هذه الشريحة التي تزداد اتساعا يوما في إثر الآخر في عراق الخير، عراق الجود والكرم. ارفعوا أصوات الفقراء في العراق. نقرأ عليكم أبرز التغريدات التي ظهرت بهذا الهاشتاج الإلكتروني، والبداية مع تغريدة كتبها حيدر المري يقول: يا رب إن لك عبادا في العراق ضاقت بهم السبل وفتكت بهم المحن، اللهم كن لهم معينا وناصرا، ارفعوا
أصوات الفقراء في العراق، هي إطلالة عبر هذا الهاشتاج ولكن بصيغة الدعاء من هذا الشاب إلى تغريدة جديدة. في التغريدة التالية محمد الغامدي أيضا يكتب بصيغة الدعاء: اللهم كن لإخواننا في بلاد الرافدين ناصرا ومعينا، اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم عاجلا غير آجل. محمد الغامدي يتمنى الخير للعراق وللعراقيين، وأن يمكن الله لفقراء العراق الخير والكثير من الرشاد، وأن يهيئ لهم البطانة التي تحرص عليهم لا التي تستغلهم كما يقول كثيرون. إلى تغريدة ثالثة نذهب وإياكم، وكتبها حسان. حسان يقول: بلد عظيم ذو تاريخ مجيد، حضارة، علوم، لا يستحق العراق الجريح ما مر به. ارفعوا أصوات الفقراء في العراق. هذا الشاب يستعرض عليكم نماذج متعددة من تاريخ وتراث وحضارة العراق، وكيف للعراق الذي احتضن حضارة تزيد عن 6000 عام، كيف له أن يكون واقعه اليوم بهذه المرارة. إلى التغريدة الأخيرة. في التغريدة الأخيرة معنا عبد الحكيم. يقول عبد الحكيم: مين قال بالعراق أحزاب؟ هذه إصابة مافيا تجار بشر، اللعنة على أرواحهم. ارفعوا أصوات الفقراء في العراق. إذن هي دعوة عراقية ودعوة عربية لأن تتوفر أصوات تنادي بضرورة الوقوف ومؤازرة الكثير من الفقراء في العراق الذي يعاني اليوم للأسف، وما زال يدفع ثمن ما بعد الاحتلال الأمريكي 15 عاما أو قل 15 سنة من السنين العجاف يعيشها العراق وما زال يعيشها حتى الآن للأسف. بعد الفاصل نذهب وإياكم إلى فقرة المقاطع المصورة. ماذا بعد تطابق العد اليدوي؟ الكثير في العراق طبعا العد اليدوي فيما يتعلق بمسألة الانتخابات نتحدث هنا مشاهدينا. بعد تطابق العد اليدوي الكثير يتحدث عن امتعاض شعبي وتظاهرات مرتقبة، كل هذا ستكشف اتساع ردود فعله الأيام القادمة. نتابع إياكم المقطع الآتي. اريد لنا واحد جديد، ما ريتهم هذول كلهم يضحكون علينا. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم تواصل.com. ألتقيكم غدا بإذن الله.
وأنتم تتمتعون بموفور الصحة والعافية. إلى اللقاء.